موضوع رح نحكي عنه اليوم موضوع بمسنا جميعا، لأنه ما في أصعب من أنه واحد يشوف طفل عم بيعاني من مرض خبيث وورم خبيث اللي هو مرض السرطان. اليوم رح نحكي بالتحديد مع مركز سرطان الأطفال بلبنان عن حدث رح يصير إن شاء الله بدءا من نهار الاثنين المقبل، وهو بعنوان واحد أمل أو Oasis of Hope. رح نستضيف معنا اليوم سعد الكرتي وهو منسق جمع التبرعات بمركز سرطان الأطفال. سعد صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. يعني الصعوبة جدا كل الأشخاص فعلا يقدروا يشعروا قديش في معاناة عم بتكون مع الطفل وأيضا مع معاناة الأهل لتحمل أول شيء صعوبة الموقف اللي عم يعيشوا فيه مع أولادهم، وأيضا صعوبة تحمل الكلفات المادية اللي بتكلفها أو بيكلفها العلاج. رح أكيد من بعد ما اشتغلتوا كتير على يعني نشاطات عديدة ومنها كمان هوم سويت هوم أو هوم سويت هوب قصدي، وهلأ ذكرى الـ 14 لإنشاء مركز سرطان الأطفال. هالمعرض اللي رح يبدأ نهار التنين إن شاء الله شو بيتضمنوا؟ كيف ابتدت الفكرة عليه؟ وقديش الأطفال فعلا كانوا سعداء بالمشاركة فيه؟ هو معرض واحد أمل يعني بدأت فكرته بال 2015 لما المصور الشهير يعني المعروف بلبنان من أيام من كتير زمان السيد جمال سعيدي اجى لعنا على المركز وحب يكون عم يتعرف على الأولاد، وكان في براسه يعني فكرة أنه التصوير أو أنه نحن نخلي الأولاد يشوفوا العالم من خلال كاميرا أو يوثقوا أشياء هن بتعني لهم بفكروا فيها بعيشوها، تأثيره هيدا بيكون كتير إيجابي على إنه يساعدهم يشفوا، لأنه بالنهاية نحن بنعرف أكيد في جزء كتير كبير اللي هو الطبي، وفي عنا جزء كمان كبير ويمكن مش ما بقل أهمية عن الجزء النفسي خلال العلاج حتى يخلوا حتى الولد يقدر يتغلب على هذا المرض. فكان في عنا يعني محاولة أولية مع جمال سعيد أنه يكون في تصوير ويكون في ثيرابي من خلال الفوتوغرافي، بعدين لقيناها أنه كتير زبطت كتير ناجحة وكتير كان لها أثر إيجابي، فحبينا أنه نحكي مصورين بعد أكثر حتى يكون في عم ينعمل مشروع كامل وبالآخر يكون عم يتوثق من خلال معرض يعني حيكون متنقل بكل الأراضي اللبنانية اللي حضرتك ذكرتيه ببلش نهار التنين، حيكون موجود بالزيتوني باي من فوق يعني قبل الدراج. معرض بيتضمن كل الصور اللي اخذوها الاولاد، عنا 22 طفل شارك بهيدي الاكتيفيتي بتتراوح اعمارهم بين 4 سنين و20 سنه. في منهم خلصوا علاج، في منهم بعدهم عم يتعالجوا، بس نحن يعني اجمالا 22 ولد و8 مصورين من اهم المصورين بالبلد، يعني بحب اذكر اساميهم اكيد لانه تعبوا كثير معنا. في عنا ايميل عيسى، ديان افتيموس، رودي بوشبل، روجيم كارزل، نتالي مقدم، ميشيل الزغزغي، وطوني يمين، واكيد صاحب الفكره سيد جمال سعيدي اللي هو ورويترز يعني كانوا حابين كثير انه ينشغل على هذا الموضوع. فعلا مبادره كثير مهمه، لانه مثل ما ذكرت يعني مثل ما في شق طبي لمعالجه الاطفال، الشق النفسي والمعنوي كثير اساسي لانهم لحتى يشعروا انه هن بعدهم قادرين يشاركوا بانشطه بالمجتمع ويختلطوا ايضا مع الناس اللي جايين يشوفوا شغلهم كمان على الارض. قبل ما نتابع حديثنا خلينا ننتقل لحتى نشوف تي في سي عن مركز سرطان الاطفال. أكيد. تساعد مركز سرطان الأطفال بلبنان وتحصل على بطاقة لتدخل السحب وتربح بيت أحلامك ببيروت. اشتري بطاقتك هلا. ساهم واشتري بطاقتك من أي مركز OMT أو Virgin Ticketing Box Office بلبنان أو من مكاتب مركز سرطان الأطفال أو عبر homesweethope.cccl.org.lb. سحب 2 حزيران 2016 وعدد بطاقات محدود. سعد، يعني الحملات فعلا عم بتكون مستمرة على مدار السنة و14 سنة حققتوا إنجازات كتير كبيرة، إذا شوي بنجرب نلخص تاريخ مركز سرطان الأطفال بخلال هال14 سنة، أبرز الإنجازات وقديش بعد ناطرنا نشاطات للمستقبل؟ نحن المركز مثل ما ذكرت حضرتك من 14 سنة بال 2002 بتحديدا ب 12 أبريل تأسس المركز وانطلق،
من وقتها لليوم صار معالج اكثر من 1200 ولد، وبنسبه نجاح علاج بتتخطى 80%. وببعض انواع السرطان مثل اللوكيميا اللي هو اكثر شيء اجمالا عم بيكون بصيب الاطفال اللي بعمر كثير صغير، عم تكون نسبه نجاح العلاج فوق 90%. كله هيدا بفضل طبعا نحن الافيليشن تبعنا لسين جود اللي هي بمنفس بامريكا، هي اهم مستشفى بيعمل بيعالج سرطان وبيعمل ابحاث عن موضوع مرض السرطان. صحيح. فكل هيدا نحن قدرنا من خلال مشاركه الخبرات معنا ومن خلال التدريب لكل الطاقم الطبي واكيد كمان الفاونديشن، قدرنا نوصل لنسبه نجاح علاج هالقد كبيره. وهذا الشيء كثير اساسي فعلا، بيعطي امل لكل الاهل اللي بس يشوفوا او ببلش عندهم يعني عوارض اولادهم قديش ممكن فعلا يحققوا نجاح، خاصه لما بنصير في كشف مبكر وهذا الشيء الاساسي بمرض السرطان. اذا بنحكي شوي عن واحه الامل اللي رح يبدا مثل ما قلنا التنين لمده شهرين بالزيتونه باي قبل ما ينتقل للمناطق، ينتقل لغير مناطق صح؟ كمان كيف رح يكون يعني كمان قديش عدد اللوح يعني قديش عدد الصور قصدي اذا فينا نقول، وكيف نزلوا على الارض الاولاد مع هالمصورين لحتى يقدروا فعلا يختاروا هالمشاهد اللي حطوها بهالمعرض؟ نعم، نحن مثل ما ذكرت من هذيك السنه عم ينشغل هذا المشروع، وكان في عنا المصورين الثمانيه عم بيكونوا كل واحد منهم عم ياخذ ثلاث اولاد، بقينا 22 مصور. فتقريبا يعني بنت ولدين ثلاثه اربعه حسب يعني كل مصور كان شيء. سو عنا نحن ثمان اذا بدك ثمان فرق ثمان فرق او ثمان، كل فرقه عندها ثيم خاص فيها يعني او فكره معينه عم بيركزوا عليها. فانشغل على هذا الموضوع من السنه الماضيه ودرب الاولاد على كيف يصوروا بطريقه اذا بدك يعني بروبر يعني طريقه سليمه مزبوطة وكيف يقدروا يطلعوا يعني شعورهم او احساسهم من خلال صوره. واكيد كانوا المصورين معهم على فتره عم بيتناقشوا شو بدهم يكونوا عم يعملوا، عم بيروحوا عم يشوفوا المحلات اللي عم يصوروا فيها وهيك. فكل الصور اللي اتخذت بهالفتره التحضيريه حتكون موجوده مطبوعه على ستراكشر كبير عم يكون مثل ما قلنا بالزيتونه حاليا. هلا ابتداء من التنين حيكون الافتتاح الساعه 6، موجود على شهرين، اي وقت بخلال النهار فيهم العالم يروحوا يتفرجوا يشوفوا قديش عن جد في اشياء يعني الواحد يمكن ما بيتخيل انه مريض طفل مريض بهالعمر ممكن يكون عم بفكر بهالطريقه او عم بيشوف هذه الشغله. يعني في مثلا يعني الاولاد لما بيكون عم يتعالجوا في اشياء كثير بنحرموا منها مثل انواع اكل معينه، يعني مثل انه ينزلوا على البحر نشاطات. مثل انه مثلا في اولاد بحبوا مثلا يكون عندهم بسينه يلعبوا مع بسينه، فهيدا كله توثق بصور. فحتكونوا عم بتشوفوا صور الاولاد هن بدهم اياكم تشوفوها. فنحن كمان بلبنان مثل ما بتعرفي في عندنا كثير مشاكل بموضوع يعني الواحد بيكون في عنده احكام مسبقه على بعض الناس والتابو اللي بدلهم عندهم الناس بالضبط وبيخافوا كثير من هذه الامور ومن هذا المرض. نحن بدنا نغير هذا الشيء وبدنا نورجي انه نحن مركزنا مركز الامل. صحيح. ومشان هيك عندنا هيدي اسمها واحه امل اويسس اوف هوب. سو لما حنكون عم نروح حنكون عم نترك البر ونمشي على واحه كل امل عملوها خلقوها اولاد معهم سرطان قوية بكافحوا المرض بيشيلوه من قدامهم وبيكملوا حياتهم. اكيد وهذا الشيء فعلا بيفرحنا. يعني بنعرف اول شيء الحملات المستمره على مدار السنه، يعني اللي هو انه واحد بس يبعث رساله فارغه على الاس ام اس على 1105. واكيد رح نرجع نذكر فيه، وصار اوريدي العالم كثير عارفينه، ما بياخذ شيء ولا ثانيه بس لانه حتى الرساله فارغه 1105 على الاس ام اس. احنا حاليا عندنا هول الاثنين كامبينز يعني اللي مرقت التي في سي اللي هي كانت الهوم سيت هوب اللي هي في الواحد من وين ما كان بلبنان يشتري بطاقه حقها 100 دولار هي تبرع للمركز، بنفس الوقت بيكون فوت على سحب على بيت بالحزميه، بيت كثير حلو 170 متر كثير مرتب بالحزميه موجود. السحب حيكون ب 2 جون
وفي حيكون كمان بطاقات متوفره من هلا لوقتها، سو حتى ب 2 جون فيكم تشتروها بكل الاماكن بيقدروا يحصلوا عليها. في 900 فرع او ام تي بلبنان ممكن اي حدا يشتري البطاقه منها، في يشتريها من عندنا من المركز، في يشتريها اونلاين على homesweethope.cccl.org.lb، وفي كمان اكيد بفيرجن ميجا ستورز يكون عم بيقدر يشتريها للبطاقه. وكمان ذكرنا الشيء الثاني اللي فيهم يعملوه، هيدا اسهل بعد بكثير، ما بحاجه حتى يطلعوا من البيت، اللي هو الاس ام اس كامبين، اللي هي انه بيبعثوا رساله فاضيه وفيهم يكتبوا فيها شو ما بدهم، اذا ان كيس في تليفونات ما بتبعت رسائل فاضيه، فيهم يكتبوا فيها شو ما كان شو ما بدهم، يبعثوها على 1105، بيكونوا تبرعوا بدولار وفيهم يبعثوا قد ما بدهم اس ام اس، يعني مش مره واحده. في حمله جديده كمان اللي هي جيف هوب. جيف هوب هيدي ماشي على مدار السنه، هي للعطاء الشهري، اللي هو في ناس بتحب انه يكون في مبلغ شهريا عم بيروح من حسابها بالبنك او كاش، يمكن نبعث لهم حدا شهريا عم بيكون ينخصم من حسابهم، وما في مينيمم، يعني ممكن في عنا ناس مشاركين بجيف هوب بتقريبا 1000 ليره او 5000 ليره، كل حدا حسب قدرته. صحيح. وفي ناس بالالف، يعني كل حدا اكيد حسب قدرته. نحن كل التبرعات بتعني لنا، وكل التبرعات نحن بنعتبرها بذات الاهميه، لانه بدون التبرع الصغير وبدون التبرع الكبير نحن ما بنوصل للبادجت تبعنا اللي هو كثير عالي. بحب اذكر دائما انه لانه في كثير ناس كلفة بتفكر علاج اي طفل، في كثير ناس بتفكر انه نحن كثير بنعمل، كثير بنجمع مصاري، هذا الشيء يعني بالنهايه نحن بنجمعه، يعني صحيح. عم نجمعه لانه عندنا حاجه كبيره، نحن كل ولد عندنا بكلف بالسنه 50,000 دولار كل ولد. صحيح. وحاليا عندنا 350 ولد بالمركز عم يتعالجوا على نفقه المركز، وفي عندنا امور كمان اكثر، يعني في انواع عمليات بتكلف بال 200,000 دولار، سو نحن ما عم نتعاطى بشيء كلفته زهيده، عم نتعاطى بشيء كلفته كبيره كثير، والبادجت تبعنا السنوي 15 مليون دولار حتى نكون نحن قادرين نوصل للهدف ونغطي كل هالتكاليف. سعد، انا قبل ما اختم بس بدي اذكر موضوع كمان متعلق بالولاد، يعني بالنسبه لمشاركتهم هلا بالافتتاح رح يكونوا كمان موجودين هن المصورين اللي نزلوا على الارض بخلال الافتتاح، رح يمرقوا اوقات بخلال هالشهرين على المعرض. هلا بالافتتاح على اكيد كل المصورين حيكونوا موجودين، والولاد اللي قادرين، يعني في منهم مثل ما ذكرنا بعضهم عم يتعالجوا، يمكن يكون عندهم ضعف بالمناعه بعد، بركي مش قادرين يطلعوا، بس في عنا كل المصورين موجودين، ومعظم الاولاد كمان حيكونوا موجودين، حتى اي حدا اذا عنده اي سؤال يقدر يسالهم اياه، يفهم اكثر على شو عم يجربوا يوصلوا من هول الصور. فانا بدعي الكل ينزل يشوفوا خلال هالشهرين بالزيتونه، وبدعي الكل كمان يساعد المركز من خلال الاشياء اللي ذكرناها مثل هوم سويت هوب والاس ام اس. اكيد على 1105. ومن بعد الشهرين رح ينتقل بالمناطق اللبنانيه الاخرى. نرجع بعدين نرجع اكيد فيها. بنذكر ونعمل مقابله ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد نحن دائما سعداء باستضافتكم، لانه فعلا العمل اللي عم تقوموا فيه جبار، ونحن وانا بعدني بتذكر حتى وقت اطلاق هوم سويت هوب وقتها كمان كنتوا معنا بالاستوديو وحكينا عن هالموضوع اللي بعده مستمر لغايه اليوم. اهلا وسهلا فيك سعد، وتحياتنا لكل اطفال المركز ولكل العاملين بالمركز، بمركز سرطان الاطفال. رح نتابع بعد لحظات محطاتنا، خليكن معنا.